دقيقة 34 ثانية وجزئين من الثانية للسيد سعيد بن مطر بن مصبح التبي احتل المركز الرابع. المركز الخامس الرهاوي للسيد محمد بن خلفان بن خصيب الظاهري قطع المسافة في توقيت زمني وغدا 12 دقيقة 34 ثانية وثلاث أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس مشاهدينا متابعينا الكرام، تتجدد الانطلاقة والتحديات من أرضية هذا الميدان، ميدان الوثبة لسباقات الهجن العربية الأصيلة، ضمن تحديات وانطلاقات جائزة زايد الكبرى التي تحتضن هذه الشعارات المتوافدة من كل حدب وصوب من أجل المشاركة في هذا الميدان من عاصمة الميادين، من عاصمة الملايين التي تحمل هذه التحديات والانطلاقات. ينطلق شوطنا السادس عشر مخصص لفئة الثنايا المحليات الأصايل، نتمنى التوفيق لجميع المشاركين بهذا الشوط. ننطلق بهذا الشوط لأباشر مع حضراتكم مع المركز الأول وتعرف على بداية الشوط. تتقدم هملولة تحمل الشعار الاقتصادي حمد بن غانم بن علي بن حمودة الظاهر، يقدم لنا هملولة متقدم الجميع، تقود هذا الشوط بالقيادة المحكمة. المركز الثاني وصلت الوسمية سهيل بن حمدان بن سالم الدرعي، يقدم لنا الوسمية الحاضرة على المركز الثاني. المركز الثالث جبارة واصلة لحمد بن سلطان بن سيف المنصوري، يقدم لنا جباره القادمة اللي بدت بالتسلل. رابع المراكز وصلتنا مزايا علي بن الصغير بن حمد العويسي قادمة وحاضرة مزايا على المركز الرابع. المركز الخامس تتدخل وتأتي جماير سعيد بن سلطان بن تريم الكتبي قادمة على المركز الخامس، متقدمة كل التقدم. المركز السادس تأتينا هملو أحمد بن غانم بن علي المنصوري، يقدم لنا هملولة. المركز السابع تدخلت أيضا حور محمد بن سالم بن عامر العامري، يقدم لنا حور القادمة على المركز السابع. المركز الثامن وصلتنا وتدخلت الوارية عوض بن مبارك بن سعيد المهيري، يقدم لنا الوارية حاضرة بالتحدي. تاسع المراكز تاتينا ايضا مثايل حمد بن محمد بن سهيل بن عويضان العامري، يقدم هذا الاسم المميز. عاشر المراكز القادمة والحاضرة اللي هي غزر محمد بن شعفان بن عبيد بن عوض العامري. مشاهدينا متابعينا الكرام، هذا هو نداونا للعشرة المراكز الاولى، نداونا الاول، ومن هنا تحول إلى بداية هذا الشوط إلى المركز الأول في هذا المعترك مع هذه الأسماء المتوافدة على أرضية هذا الميدان. مرحبا بجميع القادمين، مرحبا بجميع الحاضرين في هذا التنافس المستمر الذي يأتي في جائزة زايد الكبرى التي تحمل هذه الأسماء القوية، تحمل الشعارات المميزة بتحديات هذا اليوم، بتحديات الثنايا، بتحديات الابكار، المحليات الاصايل. عودتنا الى البداية، عودتنا الى مقدمة هذا الشوط. من تأتي على بداية الشوط؟ يقدم جبارة وتتقدم جبارة. حمد بن سلطان بن سيف المنصوري يقدم لنا جبارة، يقدم لنا هذه السلالة الهملولية التي تأتي على البداية مع انطلاقة جبارة التي تتقدم الجميع مع المركز الأول. المركز الثاني وصلتنا وتدخلت الوسمية سهيل بن حمدان بن سالم الدرعي قادمة من المصانع الجنوبية، باحثة عن الفوز، باحثة عن الانتصار، باحثة عن ناموس هذا الشوط. المركز الثالث وصلتنا الوسمية
الوارية عوض بن مبارك بن سعيد المهيري يقدم لنا أيضا الوارية القادمة على المركز الثالث. والشعار الاقتصادي يقدم لنا هملولة حمد بن غانم بن علي بن حمودة الظاهري يقدم لنا هملولة المركز الخامس. وصلت وتدخلت أيضا مزايا علي بن صغير بن حمد العويسي أحد الضيوف القادمين على أرضية هذا الميدان في عاصمة الميادين. أيضا الوصول والقدوم على المركز السادس اللي وصلت وتقدمت وانطلقت بانطلاق مميز القادمة جمايل سعيد بن سلطان بن تريم يقدم لنا جمايل. وأيضا القادمة والحاضرة أيضا شواهين مهنا بن سليمان بن خلف السعيدي يقدم لنا شواهين القادمة أيضا. وأيضا تدخلت وجدان منصور بن محمد بن سهيل الحميري يقدم لنا وجدان. وأيضا الشعار الاتحادي يقدم لنا سمحة سعادة حميد بن سعيد النيادي يقدم لنا هذا الاسم المميز يقدم لنا سمحة. وأيضا الصعب يتدخل بهذه اللحظات والطيارة راشد بن محمد بن عبده الشامسي قادمة من ميدان ساحة الصبرة. وأيضا الوصول والقدوم أيضا مع محنة وصلت محنة للصعب محمد بن سلطان بن مطر بن مرخان الاكتبي يقدم لنا أيضا محنة الحاضرة بالتحدي المميز قادمة من مرغم والأسامي قادمة. وأيضا وصلت شواهين محمد بن حمد بن عامر أيضا حاضر بهذه اللحظات والأسامي قادمة. أيضا على المركز التاسع أو المركز العاشر تصلنا أيضا لحمد بن الضيب بن علي العامري يقدم لنا هذه اللحظات والتحديات المميزة والأسامي قادمة. ولكن مشاهدينا متابعين الكرام بدت الوسمية غيرت على بداية الشوط. أبناء المصانع الجنوبية يقدمون لنا الوسمية سهيل بن حمدان بن سالم الدرعي ركز يا مالك الوسمية من يقدمها على البداية يقدمها على المركز الأول بانطلاق مميز باندفاع ممتاز ورائع لكن جبارة يا جبارة قادمة على المركز الثاني. هنا حمد بن سلطان بن سيف المنصوري يقدم لنا جبارة القادمة على المركز الثاني. المركز الثالث يتأتينا هملولة حمد بن أيضا القادم مع هملولة حمد بن غانم بن علي بن حمودة الظاهري رابع المراكز. وصلتنا وتدخلت أيضا انتهى ما تأتي لحمد بن ضبيب بن علي العامري يقدم لنا انتهامات وبدت النهامات مع اقترابنا مع هذه اللحظات. ايضا وصلتنا مزايا علي بن صغير بن حمد العويسي يقدم لنا مزايا الحاضرة. وايضا وصلتنا شواهين محمد بن حمد بن عامر بن حميد المنصوري مع هذه الاسماء الممتازة وسمحة قادمة سعادة حميد بن سعيد النيادي حاضر النيادي الاتحادي مع الاسم الممتاز. ايضا الوصول والقدوم ايضا مع جمايل سعيد بن سلطان بن تريم قادمة بهذه اللحظات والاسامي قادمة والشعارات حاضرة. ولكن الوسمية ركز الدرعي ركز يا مالك الوسمية سهيل بن حمدان بن سالم الدرعي يتقدم الجميع مع بداية الشوط مع المركز الأول مع بداية التحدي والإثارة مع اغترابنا. والكيل الأخير يا من تسمع النداء يا من تتابع المركز الثاني هملولة حمد بن غانم بن حمودة الظاهري وبن حلوة أبناء الخوانيج قادمين مع خلابة محمد بن أحمد بن سعيد بن حلوة يقدم لنا خلابة. أيضا القادمة مزايا يقدمها علي بن صغير بن حمد العويسي. ووصلت أيضا القادمة أيضا جمايل سعيد بن سلطان بن تريم. ولكن الوسمية على البداية الأولى يا الدرعي روح
ناحية درعي إلى المصانع الجنوبية، إلى المصانع الجنوبية، ولكن حمد بن غانم بن حمود الظاهري الشعار الاقتصادي وبن حلوة، ولكن الوسمية، سلالة الوسمي، سلالة الوسمي، سلام 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 يا الوسمية، سلام سلام يا سهيل، يا بن حمدان، يا بن سالم، يا الدرعي، ما شاء الله ما شاء الله، راحت يا بن سالومي، يا بن سالومي مشكور، يا بن سالومي مشكور، يا من قدم لنا الوسمية مع الفوز والانتصار، سهيل بن حمدان بن سالومي الدرعي، سلام سلام يا المصانع الجنوبية، سلام يا القوع، صبح بالسلامات لأبناء القوع كما عودهم بالسالومي. المركز الثاني الواري عوض بن مبارك بن سعيد المهيري، المركز الثالث اللي وصلتنا هملولة، من قدم لنا هملولة حمد بن غانم بن علي بن حمود الظاهري، رابع المراكز خلابة لمحمد بن أحمد بن سعيد بن حلوة، خامس المراكز وصلت انتهامات حمد بن ضبيب بن علي العامري. مشاهدينا متابعينا الكرام، سلام يا بن سالومي، سلام من قدم لنا الوسمية، سهيل بن حمدان بن سالم بن سالومي الدرعي، وسلام يا القوع، سلام يا المصانع الجنوبية، أكد الحضور المميز مع هذه اللقطات الجميلة التي تأتينا على قناة ياس مع انطلاقة هذه الأسماء وتحديات الإبكار المحليات. إذن الوسمية بطلة لهذا الشوط مع شعار أيضا سهيل بن حمدان بن سالم بن سالومي الدرعي، سلام يا المصانع الجنوبية، سلام. ساعة وصولة والتوقيت الزمني للوسمية 12 دقيقة و36 ثانية وخمسة من الأجزاء من الثانية، سلام يا القوع، سلام على فوز الوسمية وسلالة مميزة تحمل هذا الشعار المميز مع الوسمية تجري في دماء الوسمية. المركز الثاني اللي وصلتنا أيضا اللي وصلتنا الواري عوض بن مبارك بن سعيد المهيري، توقيت 12 دقيقة 40 ثانية وثلاثا من الأجزاء من الثانية، تهانينا العوض بن مبارك بن سعيد المهيري، ثالث المراكز وصلت هملولة مع المركز الثالث لحمد بن غانم بن علي بن حمودة الظاهري، توقيت 12 دقيقة 41 ثانية وسبعة من الأجزاء من الثانية، تهانينا والناموس. رابع المراكز خلابة محمد بن أحمد بن سعيد بن حلوة، توقيت 12 دقيقة 42 ثانية وستة من الأجزاء من الثانية، تهانينا لمحمد بن أحمد بن سعيد بن حلوة. خامس المراكز اللي وصلتنا على المركز الخامس انتهامات حمد بن ضبيب بن علي العامري، توقيت 12 دقيقة